برضو من الحاجات ودي هعلق عليها سريعا في المصارعه الرومانيه محمد ابراهيم النهارده كان فايز بفرق نقطتين لاخر حوالي 30 ثانيه بيخسر النهارده، ولو كان كسب النهارده كان هيلعب على ميداليه فضيه وذهبيه، في 30 ثانيه خسر فرق النقطتين دي وبقت النتيجه 7-6. النهارده الاستعداد النفسي، اعداد البطل، هي الامور مش كلها امور فنيه بس النهارده تهيئه البطل ده علشان المنافسات القويه، علشان اللحظات الحاسمه. وهضرب المثل دايما منتخب اليد، شفت النهارده هو بيلعب امام منتخب المانيا، في موجود شخصيه البطل.